السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كنت تكونوا لاباس. اليوم فيديو جديد في القناه ديالي. اليوم دابا تكون شي 6:30. يلا خرجت صراحه من الدار، مشيت للخدمه صراحه قنطانه، وجيت دابا للستاسيون بغيت ندير المازوت وغادي نخرج، ما عرفتش فين غادي. المهم غادي نضرب دوره، خليكم معايا. يا الكبيدات، هذا هو الشارع ديال مدينة طرفايا، هذا هو الشارع الرئيسي ديال مدينة طرفايا. المهم البنات هانتوما، طرفايا صراحة راه باقا صغيرة بزاف. هذا هو الشارع الرئيسي ديالها اللي كيدي مدينة العيون. المهم خرجت اليوم وباغا نخرجكم معايا تكتشفوا مدينة طرفايا. بزاف ديال الناس كيسولوني كيقولوا لي فين جات مدينة طرفايا، فكتبعد على مدينة العيون بمئة كيلومتر. هي صراحة بقى مدينة صغيرة بزاف، ولكن زوينة، فيها البحر زعما صراحة زوينة بزاف، فيها شي أثارات صراحة. المهم هذا هو الشارع الرئيسي اللي كيدي لمدينة العيون، غنوريكم من اين الشارع وكيدي المرسى. هذه هي هاد الطريق، هذه البنات هي اللي كتدي للعيون. ها هي غنمشيو نيشان، هاد البلاصه اللي جاي منها الكاميو هي مدينة الطريق ديال العيون. شوفوا شوفوا شوفوا، كان غيجي فينا وحق الله، هذا راه خاصو العذاب جاي ضاير. وهذا هو المرسى البنات، هو ميناء طرفايا الدخول، شفتوه؟ هذا هو المرسى ديال طرفايا، ديال مدينة طرفايا، هذا هو الميناء. ايوا حنا البنات جينا للمرسى، كنتسناو واحد السيد غيعطينا الحوت، وبقينا كنتسناو هنايا. المهم انتما معايا صراحه المرسى واعر، غنهبط وغنصور لكم. صراحه واعر واعر صراحه المرسى، زوين بزاف. المهم خليكم معايا. المهم هنا دابا في المرسى البنات، شوفوا ناري البنات، واعر صراحه هذا المرسى. هذا هو الميناء ديال مدينه طرفايا. اليوم جيت لي صراحه باغا ندي الحوت، خليكم معايا انا مشيت. باي باي. دابا الله يستر الا طاح شي واحد هنايا غارق بزاف، بصح حولني حولني صراحة نركب بحال هادو. والله عندها فن واعري، طلعتي طلعتي واعري. ركبي، انا كتجيني الدوخة، كحزو شوية كحزو من الماء، عندك تبقى الدور غادي تطيح لهي. Thank you.
الفلايت كما كيقولوا لهم اللي كيدخلوا لهم البحاره زعما كيغامروا بروسهم باش كيدخلوا لهاد البحر باش يجيبوا الصوت الصراحه. هذا صراحه قمه المعامله وقمه صراحه الاعمال المتعبه صراحه. هذا هو الميناء ديال مدينه الطفايا. كنشكركم بزاف، شكرا لكم بزاف على المتابعه وستكبيره لكم. كما قلت لكم البنات جيت واحد السيد مسكين عطانا الحوت الله يجازيه بخير. هذا هو الحوت البنات، شوفوا هذا هو الحوت اللي عطانا. شنو سميت هذا الحوت عبد الكريم؟ واجو. واجو شفتوها البنات، الله يعطيه الخير صراحه. هذا هو الحوت، شو غنوريه لكم. شفتوا هذا طري البنات، حوت طري يلاه جابدينو من المرسى، شفتوه باقي طري لدرجه باقي كيتحرك والله الا باقي كيتحرك. وكاين هذا الحوت هذا عاوتاني ما عرفتش شنو سميتو، المهم الله يعطيه الخير صراحه، شكرا ليه بزاف. المهم خليكم معايا بس كبيره لكم بعد اللي يدين هادو. عزيزي معايا عزيزي، مساكن واحد مشيشان واعر اجي لعياش هربات. يلا قطع انا مشيت. السلام عليكم، عرفتي اليوم ما غاديش يخليني نسوق، كون خلاني غندخل به واقيلا هنايا. المهم السلام عليكم، تهلاو فروسكم، باي باي.